بانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية أحداث الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، والتي انتهت كما أراد الاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي تتويج نادي الوداد المغربي بالبطولة. مبروك نادي الوداد البطولة، وهارد لك لنادي الأهلي، وحظ أفضل الفترة القادمة إن شاء الله. عايز أقول لجماهير النادي الأهلي، الخسارة دي ما بتقللش أبدا 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 من قيمة النادي الأهلي، بالعكس الخسارة دي نادي الأهلي حصلت له نفس الكبوة دي قبل كده وطلع منها بأفضل من الأول كتير جدا جدا جدا، وشفنا السنتين اللي فاتوا. إن شاء الله الفترة اللي جاية محتاجين دعمكم كما عودتونا دائما، جماهير النادي الأهلي العظيمة ورا النادي الأهلي وفي كل مكان، على الحلوة وعلى المرة معانا.